درامية؟ إيه وبقى واحد درامية حط لي حط لي بقى اشرج الله يسلمك اشرج عندك زعتر؟ كل زعتر موجود هذا هو الزعتر زعتر بارك الله حط لي بعد قرشة مرقدوش إن شاء الله أنا يبقى أنا بروح المسجد برشم البيت دم على الخشب بارك الله عيالنا اليوم حلقتنا عن الحواي عن الحواي اللي عنده الأدوية الشعبية عاشوا الأوليين على الأدوية الشعبية وكانوا يتشافون بإذن الله والحواي يعرف شغلة تمام يعرف كل دواء عنده إيش لا يستعمل شو رأيكم تكون معاي في حلقة اليوم عن الحواي حياكم عيالنا احنا اذا مرضنا نروح عند وين دكتور دكتور يفحصنا يشوف ايش فينا ويوصف لنا الدواء عدل زين الحمد لله رب العالمين دكاترة عندنا وايد موجودين مستشفيات بعد وايد موجودين بس قبل هل كان في مستشفيات او ما في مستشفيات بس قليله جدا بس الناس متعودين ياخذون ادويتهم من عند واحد يسمونه الحواي اللي هو الحواج الحواي هو المختص في بيع الادويه القديمه اللي مثلا الاعشاب شرب مال سعله فيك شيء وغيره اعطاك بطك عورك اعطاك ما شنو اعطاك ومو اي واحد بس يقدر يسوي هالشيء هذه لازم واحد مختص يعني يعرف عنده خبره عنده تجربة يا هو ناس علموه أو خذها من أبوه أو من جده وصاروا تعاقبون عليها فكل واحد في شيء يروح عند الحواي ويقولون لك إن الأعشاب هذه تنفع ما تضر فجربوها المهم إحنا أول قبل لا يدخل شهر رمضان يعطونا أشرج حلول يسهل البطن ينظف البطن هذه شغلته عجيبة انت ما صادق بس احنا صادق هذه هو العشرج اللي يبيعونه العشرج هذه ياخذونه وينقعونه في الليل في ماء ليه الصبح وبعدين يحطونه في طاسة ويمردونه اللون وعقب يحطونه في خرجة او مشخال ويشخلونه او انهم في الليل يطبخونه مع ماي وبعدين يشخلونه هذه طعمه لا هو حلو ولا هو حامض ولا هو مر مختبص خلطه بلطه ما تعرف طعمه شنو وطعمه يعني كريه ريحه شويه لكنه يسوي العمايل في البطن يخلي بطنك نظيف خاصه انك طول السنة وتأكل كل شيء تبي شيء ينظف بطنك نسيت شوفوا الحين السيناريو والقعدة حق هذه يبونا من الصبح قعدونا يبوا لك ملة أو كاس أو بالدي صبوا لك قولوا لك شربة طلعونك ما أقدر أشرب ما طعمة أمنا عاد من النوع اللي شجعنا وتقول لك حلو 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 أو تقوله لبن 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 يعني تخيل إنك تشرب لبن أو تشرب شيء حلو تخيل وأنت تسوي هاللون يعطونك ماء تمضمض ويعطونك علوج تعلجه ويعطوني إياه يوم الأربعاء مو يوم الخميس ولا يوم الجمعة شو السر ما ندري المهم تم حين بطل قروج ناخذ طاقه نظف شغل اي سوي شغل وبعدين يقومون الساعه عقب ساعتين يسوون لنا شاي لومي الاسود لومي الاسود يسوونه مثل شاي فوق يحطون معاه شكر وكل شيء لذيذ عقب ياكل يشربه وعقب بعد كل ساعه وتروح تقوم بكرامه الحمام ينظف بطنك ينظف للظهر عاده يسوون لنا صالونه لحم وعايش
وناكل العيش مع صوات اللحم نستانس خلاص. نظافة البطن نظافي ما في. الكل كان يشرب هذه الحلول سمونا مش لا خلاص يعني نظاف الشوائب الموجودة داخل الخرابيط والأشياء كلها تروح. وهذا يوم الأربعاء وناس يشربونه كل شهر يمكن مرة والله كل شهرين مرة والله كل ثلاثة أشهر مرة. ناس متعودين على متعودين على عادي. هذا هو العشرة. زين هذه الحوايش عنده من الأدوية عنده كل شيء من الأدوية ويقول لك وهاي العشرة يقولون يشفي من 99 علة إلا علة الموت. يعني الموت يصيرك يصيرك بس هذه يشفي من 99 هاي الأولين يقولون هذول. زين ولد طبعا لأن البطن نظاف وصح البطن الجسم بيئي خلاص يكون نشيط وزين. شو يبيع بعد هاي الحوالي؟ يبيع طبعا أشياء كثيرة. مرقدوش هاي في أنا عندي لست الحقيقة قصدها عن أسامي هل هذا اللي يبيعونهم تحصلهم للحين يبيعونهم في تحصلهم في البرادات وغيره اللي هو لقاح وغيره يبيعونهم إيه وهذا مرخصين من وزارة الصحة يعني مو على كيفهم. عندك ماي المرقدوش. ماي المرقدوش مفيد لآلام المعدة والغازات. ماء الزموتة مضاد للتسمم الغذائي طارد الديدان. بعدين ماء حبة الحلوة. ماي حبة الحلوة مفيد للأطفال حق المقص. بعدين ماي دارسين مسكن للزكام والإنفلونزا. وعندكم بعد ماي الزهر مفيد لتخفيف التثاقل في الجسم. ماي المرامية منشط للدورة الدموية. كل هذه الأشياء إيه وايد. ماي الحندبان وهذه مهدي ومخفض الحرارة. ماي السكري مخفض السكر. وأخيرا ماي الزعتر مضاد للسكر. كل هالأشياء هذه يبيعونها عند الحواي تحصلونها بعد عند البرادات ومرخصة. مثل ما قلنا الحواي بعد مرخص مو بس أي واحد يصير حواي. شكرا الحين نشوف غناوي وتعب والفنان عبد الله ملك عن الحواي. بطني عورني بطني عورني بشنه تنصحني يا عم؟ اسمعني واسمع انا صحت من الزموتة وديالك مرقدوش عملت جوز اقول مخلوطة بحلبان. انا صحت من الزموتة وديالك مرقدوش عملت جوز اقول مخلوطة بحلبان. ويروح عني الألم لازم يروح. قول خبرني يا عم قول. بطني صاير حريجة وراسي صاير دخان. ترجع صاحي وتناقز عقب ساعة زمان. ترجع صاحي وتناقز عقب ساعة زمان. وين ما فاد العلاج تحتاج عشرج. يما عشرج أخاف أخاف من هالعشرج أخاف. العشرج يا صديقي يعالج كل شيء. تسعة وتسعين علة ما يخلي أي شيء. وين العلة الأخيرة؟ وين العلة الأخيرة؟ الموت ما له علاج. عيالنا بجانب الحواي كان في المساد اللي يمسد اللي هو مال التدليك مال مساج. مساج هذه كان لو في مثلا يدك تعورك ريلك تعورك وتركة ولا شيء هو يمسده. ظهرك هو يمسده يعرف. مو كل واحد يقدر يسوي هذا الشيء. هذه المساج يروحون للناس كله بالزيت. عندنا مثلا الشواي اللي يشوي يعني لنعيز المساد وعيز المجبر ومرجنو قروا حق الشواي يشوي. وكان الألم ما طاب سويت كذا يعني خد كذا دواء رحت عند عيست. فيقومون يحطوني سيخ حديد يحطونه في الضوء شوي هذه شوي عار لكن عقب يصير صاحي يعني عقب بعد ما يصير صاحي ما ندري يعني. عندنا بعد اللي يجبر. شو اللي يجبر؟ يجبر شو
كسرت بعد شر مثل الجبس، بس ما يستعمل الجبس، يستعمل عودان مثلا، يريد شيء هون مثلا طوال، لو صار كسر بسم الله عليه بسم الله عليك فري، بيحطون اللي يريد ويحطون قطعة قماش ويأخذون بيض، البيض البيض يعني يشلون من الصفار وخلوا بس البياض، يخلطون مع الشيء ما رشينه ما أدري أنا ما بس أعتقد كذي، ويحطونه على مكان الكسر أول يعاد البلة العظم من داخل، عنده خبرة عارف إن هاي كسر مني يخذني كذي جوزي مضبوط، عقب يحط عليه اللي يريد مني مني ويلفه، عقب ما يلفه تم شوية يبس يصير مثل الجبس شو يابس اللون، ويتم عاد بعد أسبوعين ثلاثة شهر شهرين إلين شوي إيه بعد نشيله نحط لك بعد عقب لفتة ثانية وهالشكل. عندنا بعد القمازة مال اللوز، قصة لهال الصغار لوستين يكبرون يلتهبون ويكبرون ما يدونه دختر ويدونه عند القمازة. القمازة شو تسوي؟ أول شيء تدهن دار مدار هني بزيت، تلينهم شوية تلينهم تلينهم تلينهم، وعقب عندهم قروف من الرمان قشور من الرمان يابسين تطحنهم وحطوا معاه نبات وأشياء شذي، وتحط على صبحة طبعا قسل كل شيء البهام، وتحط فيه حلج الياهل وترفع مكان اللوز على فوق هو ولما ترفعهم شوية عن يعني كان نازلين ترفعهم، تأخذ الملفع مالها تحطها اللون بعد ترفعهم هاللون الملفع شذي وترفع وترتفع مرتين ثلاث بس يطبون الحمد لله رب العالمين. فكانت إيه هاي كلها كانت أول شيء. عقب طلع عندنا مستشفى النعيم والمستشفى الأمريكي في بدايتهم، ويبين طبعا أطباء يبين من الهند ومروين وكاتب شو الناس يروحون مني ويروحون مني يروحون مني يروحون مني، حتى الأولاد مثل ما قلنا في حلقة من الحلقات يولدونهم في البيت للحوالي يولدونه في البيت، وعقب لما صار مستشفى الأولاد صاروا في المستشفى، وشوي شوي بدأ يصير عندنا هالأشياء. إنزين أحنا إيش رأيكم نروح نشوف لعبة شعبية وعقب نرجع. في شيء ما تكلمنا عنه وهو قدامنا عن الحجامة. حجامة حجامة ناس يسوون حجامة وناس مختصين يدخلون دورات دورات صحية تشرف عليه وزارة الصحة، عشان مو كل واحد يتعبد في صحة الناس وبس. فهذه شلون واحد مثلا ظهره يعوره وايد ينام كله في نود مثلا، عند ارتفاع السكر وايد راسه كله يدور، عند آلام في مكان معينة، هذا اللي يسوون الحجامة عندهم طريقة يعني بحيث إنه يحطونه مكان معين ويشفطون شوي هني إلين يرتفع عندك، وعقب يقومون يفتحونه شوي شوي يقطع الوسخ الموجود السموم الموجودة. طبعا مو كل واحد يسويها، هذا يسوونها ناس مختصين وناس حين صارت عندهم شهادات مو أي واحد. هاي يعني عيالنا نرجع حين حق الأمثال مستعدين؟ زين يقول أربط صبعك وكل من نعت لك دواء. أنا أقول لك شنو هذا، بقول لكم حين شنو هذا، أربط صبعك وكل من نعت لك دواء. ها هنوف يعني شخص مريض زين قالوا له روح الحواي اشتري لك دواء. أربط صبعك وكل من نعت لك دواء. زين أنا بقول لكم
يعني انت اذا تبي تعرف ان اراء الناس مختلفة وكل واحد بيقول لك شيء، انت بس اربط، ما في صبعك شيء، بس ربطه خرجه، كل هذا صبعي، هاي بيقول لك اوه وحكتي اوه مكسور اوه افترق اوه حط كذا اوه، كل واحد بيقول لك هذا. فهذه يعني الناس ما لهم راي موحد، كل واحد يقول لك شيء. فانت روح عند صاحب العلاقه، يعني انت مريض تروح حق وين؟ حق النجار؟ مستحيل. زين مريض تروح حق اي دكتور؟ انت مريض مثلا بطنك تروح لدكتور مال الراس والله مال الاسنان، تروح حق المختص. دائما تبي تنجح روح الدكتور المختص اسناني وروح حق مال بطن. ايش بيقول لي؟ حلو ولا لا؟ زين مثل ثاني يقول الدواء باخس الشيء، يقول لك انا ابي دواء، قال لك اخذ من هذه، اخذ من شفت الزهر هاي القلمه ما ادري شنو اللي في البيت، اخذها واعصر على هاي المنتفخ اللي عندك بيطيب. قلت له هذه طيب؟ يقول لك يا ما عليك، ترى الدواء في اخس الشير، يعني شيره انت او عشبه ما تظن عليه انها في فايده، لكن طلع الفايده منها. فالدواء في اخس الشير، لا تستهزئ بهذا الشجر والله هذا العشب. زين يقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب. يعني اسال اللي مجرب، الطبيب ما يدري بالالم اللي بيصير لك، فاسال اللي مجرب. واحد مثلا يعني قريب اجابتي من الصح، يعني واحد مثلا انه صار عنده طاح وانكسر تريله وسوى كذي كذي وطاب، ورحت عند واحد دكتور ما رشتون هم بلي هناك ما ضبط لك، ف زارة هاي رفيجة، قال له أنا سألني هاللون هاللون، اسأل مجرب، اسألني أنا اسأل مجرب لا تسأل طبيب. وهاي مو دائما صح، مو دائما صح، صح مجرب يختلف اللي صاده عن شخص ثاني. ودائما احنا نروح حق الطبيب، مثل ما قلنا ما تروح حق أي طبيب، تروح حق طبيب المختص عشان يعالجك صح. برز الدواء قبل الفلع، جهزنا الدواء قبل الفلع. شلون نجهز الدواء قبل الفلع؟ انتقل ها فاطمة. يعني براز الدواء قبل الشخص المرض. صح. أنا بقول لكم قصة صغيرة، أنا هالقصة صارتني وأنا صغير، ولكن كنت في البحر مع الوالد، أبوي كان يقص حصى وينزلون في شيء، في حيوان صغير يسمونه فريالة، يسمونه فريالة، هذه سامة، ضربت أبوي في صبع، هاي سامة. وبسرعة أبوي يركب في الجلبوت فوق، وعندنا أخذ 60 وحطها في الضوء شوية، وفتح شق مكان على المكان اللي ضربته الفريالة هذه، ويعصرها يعصرها لين طلع. لما طلع خذ ماء ملح، ملح الأول الدهون البطن، يحطها في مكان الجرح. وهذا في له واحد يعرف، وواحد بعد عنده قوة إرادة. الأشياء هذه الواحد لازم يتعلمها ويتعلم شلون يعالج. بارك الله فيك عيالي، هذه كان آخر فقرة عندنا في برنامجنا، أتمنى أنكم استفادتوا من كل شيء قدمنا لكم عن زمن الطيبين. ألقاكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، إلى اللقاء ومع السلامة.